السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي. مائدة حوار وبغياب الصدريين اجتمعت الكتل السياسية في مبنى القصر الحكومي قبل أيام من الآن تلبية لدعوة وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وكان من المقرر أن يعقد اجتماع ثاني اليوم الخميس، أي بعد يوم واحد من اجتماع الرئاسات الأربعة، إلا أنه تم تأجيله لموعد غير محدد ولأسباب تنوعت بحسب المصادر التي رشحت إلى الإعلام، ورغم المشاركة الواسعة السابقة في أو من زعماء وقادة الكتل السياسية للتباحث والاتفاق لإيجاد مخرج هادئ لحالة الانغلاق السياسي اللي تعيش البلاد منذ نتائج انتخابات تشرين وتداعيات التطورات الأخيرة، إلا أن مقعد التيار لم يسجل الصدر فيه حضورا شخصيا أو بالإنابة ولا حتى حلفائه والأضداد، ما يعني أن ثغرة الأمل غير متاحة للناظرين لغاية اللحظة. في حصادنا أيضا راح نتابع إغلاق البرلمان وعدم استئناف جلساته ما يعني بالضرورة تعطيل عمله، فما زال الصلاحيات اللجان النيابية متاحة وتجتمع في أي مكان تشاء ومتى تشاء من غير مجلس النواب وفقا للأطر القانونية. لذلك اجتمعت يوم أمس اللجنة المالية وفق برنامج ناقشت فيه الكثير من القضايا اللي تصب في مصلحة المواطن من إعداد موازنة عام 2023، كذلك تأمين رواتب الموظفين. بالتالي هذا الاجتماع وإعادة مزاولة أعمال بعض اللجان اللي تبعتها مثل لجنة التعليم النيابية جاءت حرصا على إنهاء حالة تعطيل المؤسسات، وهناك مصادر تقول أنه ستباشر بعض اللجان أيضا إعادة عملها تباعا، وبالنتيجة هذا أمر يعد المراقبون يحمل بين طياته خريطة طريق مقبلة لربما تنهي حالة الاستحواذ على المؤسسات والبرلمان تحديدا. إذن مشاهدي الأحبة راح نفتح هذين الملفين المهمين ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بالبقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. الاجتماع المهم اللي كان مقرر إلى أن يعقد اليوم الخميس تم تأجيله لأسباب قد تعقد المشهد أكثر، ما يعني أن الأزمة قابلة للتطور والتفجر، خاصة مع ملامح تصعيد جديد تنتظر تغريدة الوزير. دعوات الحوار الجامع تقابل بالجفاء، وهذا الصد يعقد المشهد ويأزم المؤزم إذا ما استمر الحال على ما هو عليه. نفتح وياكم هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن نخليكم بالصورة ومعلومات أوسع يطلعنا عليها الزميل علي حبيب. اجتماع ثاني للقوى السياسية لم يرى النور ولم تطلق ساعة صفره بعد تأجيله لموعد غير محدد، ورغم أن الأسباب متنوعة الذكر إلا أن الأبرز فيها ثلاث: قنوات الحوار التي أوصدها الإطار بعد أحداث مجلس القضاء، وغياب الصدر أو من ينوب عنه، والمستحدث في الأمر الديمقراطي والسيادة الذي يرهن حضور ممثل عن الأول. هذه الاشتراطات عقدت المشهد وأبعدت فرضيات الطروحات الوسطية لتأخذ حيزها في مساحة النقاش الوطني. الحقيقة كلما طال الوقت في انتظار الحلول حقيقة هذا يعقد المشهد في العراق. نحن نأمل من الأخوة السياسيين عموما في كل الاتجاهات أن يتنازلوا عن سقوفهم وشروطهم وأن ينظروا إلى الموضوع بواقعية، أننا الشعب المعتصمون، أغلبية الشعب العراقي تريد إنهاء هذا الجدل. ومع أن طاولة الحوار سجلت غياب الأغلبية وخلت مقاعدها من أركان الأزمة والحل، فأن اللجوء للغة الشارع بات مرشحا للتكرار مرة أخرى، وهذا ما يرفضه الإطار وجمع كبير من القيادات فضلا عن الرئاسات. فالتزمت بالمواقف لا ينتج حلا ويحتاج مزيدا من فرص الالتقاء لتدارك أزمة لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيل. هذا اليوم أيضا تواجدنا في هذا المكان يعبر عن دعمنا للشرعية، وكذلك استنكارا للأفعال الغريبة والأجنبية على العراق، واللي هي تتمثل بطرح القوى وبرز العضلات على عضلات الشارع واستخدامه في قلب كثير من القوانين واستخدام آلية فرض الرأي بالقوة على القوى الجماهيرية. هذه طبعا هي حالة جديدة. ومع هذه المواقف المتباعدة فإن المشهد مفتوح على خيارات ليس من بينها ما هو محمود، خاصة وأن المقرب من الصدر وزير القائد يكشف عن مفاجأة تصعيدية مختلفة برسائلها هذه المرة،
وكما يبدو أن حلقات التقارب قد انفرط عقدها منذ مدة، ولم تنجح جميع المساعي في إعادة الثقة وتقبل الآخر حتى في الحد الأدنى من سقف المطالب. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين أستاذ جاسم الموسى والمحلل السياسي، حياك الله أستاذ جاسم ضيفي الكريم، وكذلك رحب بالأستاذ عمر الناصر الباحث في الشأن السياسي، حياك الله أستاذ عمر. حياك الله أستاذ عمر. يعني الاجتماع الثاني اللي كان مقرر اليوم أن يعقد تم تأجيله، هنا دخلت عدة أسباب، منها ما رشح من وزير خارجية فؤاد حسين، موقف التحالف الكردستاني، أسباب متعلقة بالإطار وأسباب متعلقة بالتيار، بالتالي نمضي نحو تأزيم المؤزم، له وين رايحين؟ شكرا جزيلا على هذا الاستضافة أستاذ أحمد، وتحية مسائية لزميلي الأستاذ جاسم الموسى المحترم ولجمهور قناة الأيام الأكارم. حياك الله. يعني اللي إذا نطلع على التحركات الأخيرة راح نجد بأنه كل القوى السياسية اليوم أصبحت في مأزق، ولا يوجد أحد من هذه الأطراف هو ليمتلك الحل، والكل يسعى لأن يترقب المشهد بشكل هادئ وعن كثب، لكن الإرباك الذي يحدث هو بسبب وجود عواصف حقيقية وتسونامي بدأ يدب بين أروقة الجدران الإلكترونية. الحروب الأهلية لا سمح الله هي تبدأ دائما بتصعيد إعلامي غير مفاجئ، يبدأ بصورة تمهيدية وتدريجية، نعم، على العكس من الحروب التقليدية التي تبدأ بقرار سياسي. لذلك أقول اليوم هو أصبح المشهد هو متشظي للغاية، وجميع المبادرات التي قدمت فيما مضى والتي سوف تقدم أنا باعتقادي هي لن تسمن ولن تغني من جوع، لأننا وصلنا اليوم إلى نهاية العمر الافتراضي للصبر السياسي، لا يوجد هنالك أي نوع من المطاولة. السيد مقتدى الصدر بدأ يستشعر بأن العملية السياسية بدأت تتعقد أكثر، الإطار التنسيقي أصبح في حرج واضح من الحلول المطروحة على أرض الواقع، بدأ يرى بأنه أصبح ما بين مطرقة الذهاب إلى إيجاد مكان بديل للبرلمان من أجل عقد جلسة تشكيل الحكومة، نعم، وبين سندان التحديات الأخرى التي سوف تعقب فيما لو كان هنالك تشكيل لهذه الحكومة، هل سوف يكون لهذه التشكيلة الحكومية القادمة أو لهذه الكابينة قوة حقيقية ومتانة بإمكانها أن تواجه الأعاصير المقبلة؟ أنا أعتقد بأن الذهاب إلى أنصاف الحلول هي من أسلم السبل ومن أنجع الوسائل التي علينا الالتفات إليها، وأنا سبق وذكرت في أيام سابقة من أهم الأشياء التي علينا الالتفات إليها هي ضرورة إيجاد إجماع سياسي ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وإذا أردنا حل مشكلة الانسداد السياسي الذي قد بدأ يضرب عمق الواقع العراقي، باعتقادي الذهاب إلى أن يكون هنالك تعطيل لبعض بنود الدستور ومنها مادة 64 والمادة 76 التي تعطينا الإطار القانوني لأجل الذهاب لحل البرلمان على سبيل المثال. الجهتين اليوم الإطار التنسيقي والتيار الصدري هم متفقين على قاسم مشترك وهو حل البرلمان، ولكن كيف يكون؟ هو بالذهاب إلى الخطوة المقبلة وهي زرع الثقة لأن تكون هنالك حكومة قادمة مشكلة من انتخابات مقبلة مبكرة، والذهاب إلى تصفير الأزمات، طيب، بالإضافة إلى أن يكون شكل النظام السياسي القادم في العراق هو أهم مفصل يمغي الالتفات إليه في الأيام المقبلة. ولكن كيف نستطيع أن نحقق هذه الجزئية؟ أنا أعتقد بأن نقطة الخلاف هذا اليوم هي بسبب قانون الانتخابات الذي يريد التيار الصدري الاحتفاظ به بهذه الشكلية، بالإضافة إلى المفوضية التي هي أصبحت اليوم العقدة الأخرى. طيب، حتى الحل أستاذ عمر بحاجة إلى حوار، ومشكلتنا اليوم بحاجة إلى حل. مشكلتنا أستاذ جاسم مساكم الله بالخير مجددا، مشكلتنا أنه بدنا نجلس إلى طاولة حوار. يتفضل السيد عمر الناصر أنه أنصاف الحلول مدام جرح، إجماع سياسي
ما عندنا. طيب أنا أقول عندنا إجماع سياسي، عندنا إجماع سياسي على تحالفات بدأت بعد الانتخابات، بدليل وأريد أعرف وجهة نظر حضرتك أنه تحالف سيادة ما حضر لأنه غياب التيار الصدري، إحنا ما نحضر، سيادة الديمقراطي والكتل السنية، بالتالي لا زالت هذه التحالفات مترابطة ومتراصة حتى بعد فرط عقدها. يعني في البداية تحية لجنابك وإلى أستاذ عمر أخي وصديقي وإلى مشاهدي قناتكم الكريمة. دعني أقول هناك فلسفتين، الفلسفة الأولى هو هذا التحالف اللي تحدثنا عنه تبنى نيابة عنه التيار الصدري أن يتفاوض، في حين أن الإطار بعد انسحاب التيار وقبل انسحاب التيار من السلطة التشريعية ذهب يطالب بالحوار، وفرق بين أن يطلب التفاوض وأن يطلب الحوار. من يطلب الحوار يريد الحلول التي لا تكلف الدولة أو الشارع كلفة كبيرة أو لا تحدث عملية جراحية قد تكون نتائج سلبية. الذي يريد التفاوض يعتقد أنه لديه شروط. الشعب بعد ما يتحمل تخدير. طبعاً طبعاً. عملية جراحية بحاجة لا تخدير الشعب. أحسن. تخدر أكثر من هذا. لا أنا أريد أوصل يعني حتى هذه تنتهي الجدلية. الصدريين لم يدعوا إلى الحوار، وضعوا شروط للتفاوض. معتقدين أنهم الكتلة الأكبر وبالتالي لديهم ورقة أخرى هي ورقة الشارع. طيب. اختل التوازن. من دعا للحوار؟ الإطار. الإطار. بس أيضا وقف طبعاً حتى دعوات السحاب. طبعا الإطار. الدليل اليوم ماكو اجتماع. الإطار دعا في ظل مؤسسة الدولة يعني في ظل الدستور وكيفية إدارة حل الأزمات من خلال سواء الدستور أو الحوار. لا قيمة سياسية لنطلق على أي يعني حزب أو شخص سياسي إن لم يتبنى مفهوم الحوار. طيب. الحوار هو الجادة التي من خلالها ممكن أن نخرج. طبعا اللون الرمادي لعب بالحلبوسي السيد الحلبوسي وكتلته، والديمقراطي الذي لديه خلافات حادة مع الاتحاد ويعتقد أن الإطار هو حليف الاتحاد وقد يكون قريب نوعا ما من الديمقراطي، وهذا جزء من الوهم. طالما أن الكرد لم يحلوا مشكلتهم فيعتقدون أن الحبل الأقرب لرمي الغسيل أو القول أن هناك مشاكل هو أن لا يحضروا مع الإطار باختلافه مع التيار، في حين أن التيار لا يشكل رقما تشريعيا، التيار يشكل رقما جماهيريا. أنا أتحدث دستوريا الآن. الأخوة في التيار انسحبوا خلاص، ما عندكم مقاعد بعد، أنتم تتحدثون شارع، وهذا الشارع أيضا جزء وليس الكل طبعا وليس كل الشارع، لذلك التباطؤ هو جزء من الذين يراقبون المشهد ويعتقدون أن استمرار عدم عقد الجلسة ونصت، إذا تسمح لي، نصت المادة 58 من الدستور العراقي. أولا شوف المشرع جد كان ذكي، يعرف ممكن رئيس البرلمان يتراجع وآسف بين مزدوجين قد يعني يتخاذل آسف، ولرئيس الجمهورية قد يتخاذل، ورئيس مجلس الوزراء قال لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس ولرئيس البرلمان انطاء الدرجة الثانية، ولرئيس مجلس الوزراء ولخمسين نائب من أعضاء البرلمان الدعوة لعقد جلسة استثنائية. طيب. باوع المسرع شلون فكر تفكير صحيح في كتابة الدستور. عقد الجلسة أنا باعتقادي هو أقرب الحلول، صحيح مثل ما قال أستاذ عمر قد تكون النتائج ولكنها لن تكون أصعب مما هو الآن عوق في مؤسسات الدولة وانكماش في مجلس الوزراء، وهذا العوق يساعد على الفوضى وبالتالي لن نجد حل. إذن إلى أين سنذهب أستاذ أحمد؟ أنا أسألك سؤال وأسأل أستاذ عمر، إلى أين سنذهب؟ كيف تريدني أني أحل البرلمان والبرلمان لا يحل إلا من خلال البرلمان؟ لسبب بسيط جدا، المادة 64 تحدثت عن نوعين من الحل، حل بطلب ثلث أعضاء البرلمان وبالأغلبية المطلقة، وبطلب من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية وبالأغلبية المطلقة، هاي نقطة. النقطة الثانية، هل من المنطق المعين وهي المحكمة الاتحادية التي تقبل، ممكن تسألني ليش قبلت الدعوة، تقبلها شكلا وترفضها موضوعا، هل من حق المعين أن يقيل المنتخب؟ السلطة التشريعية سلطة منتخبة. أسأل سؤال، لماذا الهيئات المستقلة ترتبط بالبرلمان ولا ترتبط مجلس الوزراء في حين تمويلها وميزانيتها تأتي من خلال مجلس الوزراء؟ لأن قيمة واحترام المؤسسات هذه الهيئات المستقلة أن ترتبط بالمنتخب،
اللي يمثل الشعب العراقي الشرعية. فالان اذا الاخوه الصدريين متعجلين في حل البرلمان، ما الذي جنيناه عندما اجرينا انتخابات مبكره وكان الكاظمي سجل وبامتياز فشله الكبير في ان يخرج بانتخابات ناجحه؟ هذه واحدة. هذه نقطه مهمه، خلي اعكسها لاستاذ عمر. العباره الاخيره حكومه تصريف الاعمال استاذ عمر، مو هاي واحدة من الأمور اللي سببت امتعاض لدى الإطار التنسيقي بأنه حكومة تصريف الأعمال، بل موقف القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حكومة تصريف الأعمال لم يكن هنالك موقفا ضمن الصلاحيات القانونية، وكان موقف ناشط مدني خلينا نسميه حسب تعبير الإطار، بأنه دعوة للحوار، والحوارات أصبحت لا تجدي نفعا وسط هذا التأزم. بالتالي هل من الممكن أن يعمل كل بصلاحياته ويفرض السلطة اللي أعطاه إياه القانون وترجع جلسات مجلس النواب بدون أن نبحث عن بدائل؟ يعني جزء من اللي تحدثت به حقيقة هو يمس كبد الحقيقة. اليوم للأسف الشديد نرى بأن العملية السياسية بدأت تتجه إلى البرزخ السياسي. نحن اليوم هذا المصطلح جديد، وصلنا للبرزخ يعني سهل، لا احنا لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. بالضبط، نحن اليوم بالضبط بالبرزخ السياسي، اي بما معنى لا احنا ذاهبين الى حل برلمان ولا احنا ذاهبين الى تشكيل حكومه. لذلك نحن قال بحاجه الى عمليه، والعمليه يتخدر بها الشعب وما يتحمل تخدير بعد. هسه معناها ماتت العمليه او يعني فشلت العمليه، وصلنا هسه للبرزخ. كل ذلك بسبب انه نتائج الانتخابات التي خرجت منها، الانتخابات المبكره كانت لم ترضي الكثير من الكتل السياسيه. وانا اعتقد بان المشهد السياسي اليوم اللي نحن به الان هو كان مخطط له ان يكون بهذه الطريقه، على اعتبار بان الدول الاقليميه اليوم لها فائده كبيره من ان يكون الوضع العراقي هو متازم، وأن تكون يكون العراق هو عبارة عن مكب للنفايات السياسية الدولية. اليوم ما هي الحلول الوسط التي بإمكاننا الذهاب إليها؟ أنا أعتقد أن الحلول هي سهلة جدا. الحوار مثل ما ذكر زميلي الكريم أستاذ جاسم هو من أنجع الوسائل التي علينا الذهاب إليها، ولكن كيف الذهاب لهذا الموضوع؟ هنالك وسيط، أنا أعتقد بأن الوسيط المحلي الذي ينبغي الالتفات إليه في الأيام المقبلة أفضل بكثير من الذهاب إلى الوسيط الإقليمي والوسيط الدولي، لأننا اليوم من عام 2003 لم نستطيع ولم تستطيع الحكومات العراقية المتعاقبة من خلق مفاوض واحد حقيقي قادر على أن يكون هو الإسفنجة السياسية التي تمتص الأزمات ما بين الكتل السياسية الموجودة في بغداد وما بين الخلافات الموجودة بين الإقليم والمركز. ناهيك عن أن يكون هنالك مفاوض وأيضا ووسيط يستطيع أن يكون الغدة اللمفاوية لجسد الدولة العراقية من خلال تفعيل ملف السياسة الخارجية. الموضوع متشابك. نحن اليوم علينا أن نأخذ كل جزء من هذه الجزئيات على حدة، وأن نذهب لإيجاد الحلول وحلحلة المشهد بدلا من تأزيم الموقف والذهاب إلى العنجهية المفرطة التي لم نجني منها إلا التشظي والانشطار. المرحلة المقبلة باعتقادي مرحلة حساسة للغاية، وأنا ذكرت بأن السيناريوهات التي سوف تكون، هذا قبل 7 أشهر بالضبط، وإذا تذكر تكلمنا بهذا الموضوع في حلقات ماضية. أما البقاء على حكومة السيد مصطفى الكاظمي لمدة سنة من الآن، خلال هذه الفترة ربما تكون هنالك تعديلات دستورية والنظر بقانون الانتخابات، ومن ثم التهيئة لانتخابات مبكرة. وأما أن يكون هنالك وقفة حقيقية من قبل القضاء بقرارات جريئة وصارمة كالتي شهدناها من قبل، مثل قانون النفط وعدم دستورية قانون النفط والغاز، نعم، وعدم دستورية تمثيل المكونات وإلى ما شابه، نعم، أو أن يكون هنالك ربما حكومة إنقاذ. وأنا أعتقد هذه الحكومة إذا ما أردنا التسليم إليها ستكون هي فاقدة للنصوص الدستورية،
وقد تكلم عن هذا الموضوع هو الأستاذ فائق زيدان بخصوص هذا الشأن. طيب، وأيضا فسحت لنا المجال التدخلات السياسية الدولية، وهذا ما أسأل حضرتك عن أستاذ جاسم لما يعبر السيد الناصر عن أن البلد أصبح مكب للنفايات السياسية أو السياسات الدولية، بالتالي هنا راح نفسح المجال التدخلات الخارجية ما دام أن هذه الانسدادات تعالج بانسدادات أخرى. لا، هو ضعف ضعف القدرة السياسية الداخلية العراقية على أن تنجح في عملية توافقية ترضي جميع الأطراف وتخرج بنتائج من خلالها حكومة قوية هو الذي يجعل التدخلات الخارجية تلعب دور، مو التدخلات الخارجية هي التي تدخل بالشأن العراقي. صحيح هناك خمس أركان مهمة جدا دائما في انتخاب رئيس الحكومة تحديدا، وهو الركن الأمريكي والركن الإيراني و القوى السياسية العراقية، وربما أيضا لبعض المرجعيات أيضا دور كبير، إضافة إلى الركن الخامس اللي وظيف الآن هو لمن خرج من البرلمان هو التيار الصدري، أي بين مزدوجين سماحة السيد مقتدى الصدر أن يكون له رأي في من يكون رئيس وزراء. لكن طالما لم نتمكن إلى الآن من أن نجري خطوة مهمة وجريئة هو أن يعقد البرلمان، وأن لا نلتفت لما سيحدث بشكل يقلقنا على أن جلسة البرلمان ل 220 نائب يمثلون 22 مليون عراقي هو الذي سيسقط شرعية وجودنا. أبدا، شرعية الوجود ستتعزز حتى إقليميا، ولن تتدخل الدول عندما تتمكن القوى السياسية من أن تعقد جلسة البرلمان تنتخب رئيس الجمهورية ثم تعود إلى تسوية رئيس الوزراء، بشرط أن يكون رئيس الوزراء بهذه الأركان الخمسة ضامن لإجراء انتخابات غير مستعجلة. لن نربح في انتخابات مستعجلة أبدا، وستكون النتائج تشبه هذه النتائج وكأننا في دوامة. لذلك التدخلات الخارجية أمر طبيعي، نحن في الشرق الأوسط حلقات، عندما تضعف حلقة تأتي الحلقات الأخرى لتملأ هذه الحلقة. يعني أمر طبيعي، العمق الاستراتيجي للأمن القومي الإيراني العراق، العمق الاستراتيجي للسعودية العراق، العمق الاستراتيجي لتركيا العراق، وبالتالي العراق ليس دولة عائمة والقوى السياسية هي ضعيفة، يعني لا تتمكن من أن تتخذ قرار هو خطوة تشكيل حكومة، وهذا هو أنا باعتقادي رسمه الدستور والقانون، وكل المؤسسات الدولة تشير إلى ضرورة أن نذهب إلى التوقيتات المعينة. هسه صار خرق، ما صار خرق هذا شأن آخر. الآن نتحدث نحن عن دستور، حتى التعديلات الدستورية ونعالج خرق بخرق. أستاذ جاسم، أخو ما نستمر بالخروقات، من استمر بالخروقات؟ حتى خروقات سابقة من استمر بالخروقات؟ بمعنى إذا أردنا أن نضرب عرض الحائط التوقيتات الدستورية وأن نذهب إلى فوضى، لا حكومة تشكل وجلسة برلمان تعقد، ولا الأخوة بالتيار أيضا حسموا أمرهم، والقوى السياسية المتفرجة السنية والكردية، هذا راح يشكل أزمة حقيقية وسيسمح لأن تتحول القوى السياسية إلى دكاكين لدول الجوار. نعم، ستتدخل دول الجوار، هذه دولة ضعيفة في إدارتها السياسية، وسبب ضعفها هو صراع أمراء الطوائف. يعني الذي يحدث الآن هو ليس خلافا شيعيا شيعيا، هو خلافا حزبيا حزبيا بثوب شيعي، يعني هذه نقطة، وخلافا كرديا كرديا بثوب كردي، وحتى بالمناسبة حتى البيت السني ربما كان تأثيرات أخرى ساعدت على أن يكون هناك تقارب. تتذكر الشيخ خميس الخنجر والحلبوسي جلسا مع رئيس جهاز المخابرات التركي، ليش جلسوا؟ قابل يتحدثون عن المياه؟ لا، أكيد يتحدثون عن سيادة، سيادة، وأن يكون هناك توافق بين، وهذا طبعا شيء إيجابي بالمناسبة. يعني فقط الثلمة عندما يشكل سيادة في تركيا؟ لا، شيء إيجابي. لا لا، شيء إيجابي أن يتفق الفرقاء الذين لا يجدون بوصلة سياسية أو قاسم مشترك في صناعة قرار سياسي متفق عليه. وكان هناك خلاف حتى على وزير الدفاع بالمناسبة، كان خلافات كبيرة جدا بين الشيخ خميس الخنجر. اللي أريد أوصل لآني أنه ضعف العقلية السياسية اللي الآن أنا لو مكان السيادة
ومكان الديمقراطي، لا أجلس وأشكل جلسة البرلمان وأنتخب رئيس الجمهورية وأخذ ضمانات من رئيس الحكومة كامل الصلاحية بإجراء انتخابات، تعديل قانون انتخابي يتناسب مع الجميع مع استشارة الأخوة الصدريين بهذا القانون وهم خارج قبة البرلمان ومفوضية انتخابات، وأيضا ستكون هناك موازنة. لماذا أعطل الدولة؟ لماذا هذا العوق؟ يعني لماذا يرتضي الأخوة السنة والأخوة الأكراد؟ الكل يشتغل الجزء وهذا اسمح لنا وبالمناسبة في ملفنا الآخر حتى خاص. وبالمناسبة لم يكن الإطار ثلثا معطل، يعني أنت مو كيفك تجبرني أجي وياك، أنت مو أنا مو ملزم أجي وياك. يصف نفسه ثلثا ضامنا. ضيوفي كانت تتفضل البقاء معي لنتابع مشاهدي الأحبة بعد قليل. بعد تعطيل البرلمان، اللجنة المالية تستأنف اجتماعاتها خارج أسواره حرصا على استمرارية عملها ومصالح البلد. حياكم الله مجددا. بعد حالة الجمود اللي مر بها البرلمان نتيجة إغلاقه من قبل المحتجين، بدت انفراجة بشأن المؤسسات الحكومية. عقدت أولها اللجنة المالية النيابية اجتماع وفق أطر قانونية خارج البرلمان، هاي رسالة بأن أعمال اللجان ما تزال مستمرة حتى وإن أغلق مجلس النواب. بالتالي المراقبون للمشهد السياسي استبشروا خيرا بهذه الخطوة اللي يعتبروها ممكن تكون بداية لإعادة استقرار الوضع السياسي، وبالنتيجة إذا كل اللجان استأنفت عملها يعني أن إعادة جلسات البرلمان في مكان بديل متاحة أيضا. خلونا نعرف التفاصيل الأوفى في سياق تقرير زميلتنا نهى الشمري ونفتح محاور الحديث مع ضيوف الكرام. جملة من العوائق من بينها الاحتجاجات التي طوقت المنطقة الخضراء وأسوار البرلمان حالت بين استئناف جلساته وبالتالي تعطيل عمل اللجان واجتماعاتها، لكن المواقف السياسية الرافضة لتعطيل البرلمان كان لها دور مهم، إذ انبرت اللجنة المالية يوم أمس تستأنف اجتماعاتها مجدداً بمكتب أحد أعضائها وبنصاب متحقق بعيداً عن مبنى البرلمان المستحوذ عليه من قبل المحتجين. فحرص اللجنة المالية على إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي هو من دفعها لمناقشة الكثير من القضايا التي طرحت على جدول أعمالها لئلا يبقى البلد دون موازنة حتى العام المقبل. يرى المتابعون أن إعداد الموازنة والتهيئة لها إشارة لوجود بوادر تشكيل الحكومة وإمكانية إعادة عقد الجلسات البرلمانية في موقع بديل عن مجلس النواب المغلق. ومن بين ما نوقش في الاجتماع هو متابعة الوزارات التي تم تخصيص مبالغ مالية لها ضمن قانون الدعم الطارئ ومراقبة تنفيذها بعيداً عن الفوضى والواقع المفروض في الساحة من إرباك في المشهد السياسي وحراك شارع لإبعاد البلد عن إخفاقات سياسية أكثر إن تم الاستمرار بتعطيل عمل المؤسسات التي تخدم المواطن في تسيير أموره اليومية. وأسوة بها اللجنة التعليمية النيابية كذلك تعود لمزاولة أعمالها لتسيير أمور مهمة، إذ انبثقت تلك الاجتماعات واستئناف الأعمال لبعض المؤسسات الحكومية من منطلق المسؤولية والسعي لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، وجدد ترحابي بضيفي الكريمين الاستاذ جاسم الموسى والاستاذ عمر الناصر. استاذ جاسم، اعود الى حضرتك مره اخرى، وان كان الحديث انتهى مع جنابك وتفضلت بانه امكانيه انعقاد على الاقل اللجان، هسه احنا ليش نسولف بكل البرلمان وينعقد وين وشلون وش وقت؟ على اقل تقدير اللجان لما الجزء ممكن من هذا الجزء ان يتم منه الكل؟ طبعا. اولا المشرع لم يحدد مكان جلوس أعضاء البرلمان، ولم يقل أن مقصر المؤتمرات هو المكان الذي يجلس به أعضاء البرلمان، هو حدد النصاب ولم يحدد المكان. الاجتماع للجان هو ضرورة من ضرورات أن يكون في أي مكان، ولكن ضرورة من ضرورات أن يمارس عمله. ممارسة عمل اللجنة المالية في ظروف مهمة جدا تتعلق بالاقتصاد، بالمال العراقي، بالموازنة ربما تناقشه، هذا أمر مهم جدا وهو استحضار وبشارة خير. يعني مو بالضرورة أن تكون قبة البرلمان وعدد الحاضن، هذه لجنة
وليست نصاب لجنة، ولذلك يقال بكامل نصاب اللجنة اللي حضرت. وهذا أيضا يشير إلى أن اللجان، تعرف اللجان تتشكل من مكونات الشعب العراقي، وهي أيضا جزء من يعني التقاسم في هذه اللجان، بمعنى حضر الكرد، حضر السنة، حضر الشيعة، حضرت جميع الأطياف في هذه اللجان، وهذه بشارة خير حقيقة. ولذلك أنا باعتقادي الجزء يعبر عن الكل طالما في اللجان الخاصة، يعني هو مو تصويت على انتخاب رئيس الجمهورية حتى والله هذه اللجنة المالية عددها قليل فلا تشكل الأغلبية في البرلمان، أو تصويت على تشريع قراءة أولى وقراءة ثانية على قانون معين، أبدا. طيب أستاذ عمر، لما نتحدث عن عقد جلسات مجلس النواب أو حتى اجتماع اللجان البرلمانية، هنا راح يتبادر إلى الذهن الحلول اللي من الممكن أن تأتي أو تأتي بكل البرلمان، ليش ما نعقد، رشحت إلى الإعلام بأنه مطار بغداد، جامعة بغداد، غيرها من المكانات المؤمنة المحصنة، لو تشوف أنه قضية التظاهرات من الممكن أن تنتقل إلى هذه المناطق. يعني مثل هذه الجزئية حقيقة هي أنا أعتبرها هروب إلى الأمام، لا توجد هذا، وهذا دليل على أن هنالك تخبط بالقرار السياسي. المفروض أن يكون هنالك مركزية لسيادة البرلمان وللقرار السياسي في العملية السياسية، وأن لا نذهب إلى حلول ترقيعية. هذا هو انتقاء أي أو الذهاب إلى أي بقعة من لعقد جلسة البرلمان، أنا أعتقد وهذا سوف يعقد المشهد بأكثر وأكثر، ولن يكون هنالك حل يلوح بالأفق إذا لم تجلس القوى السياسية جميعا حول طاولة مستديرة. أكو عبارة يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، بالتالي أنه نشوف أكو قضايا يعني تمس حياة المواطن. هسه المحاكم نص دوام طلعوا الجماعة بعد قرار القاضي فائق زيدان، انشلت الحياة بحيث أنه الاعتصام ما دام 24 ساعة، المحاكم ساعتين ثلاثة تعطل عملها، بعدين صار ضغط على المتظاهرين وانسحبوا. مجلس النواب دخلنا بالأسبوع الرابع، زي مجلس النواب يعني عمله دون مستوى المحاكم، لو مقدرات الناس والميزانية والموازنة وبقية اللجان، القوانين اللي ما نقدر نستغني عنها. يعني شنو رأيك لما بعد واحد شهر الواحد ماكو رواتب موظفين إن لم تقر موازنة أو يشوفون لهم صرفة؟ يعني باعتقادي بأنه موضوع البرلمان، أنا أعتقد بأنه البرلمان العراقي منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة لم يكن بالمستوى المطلوب، لسبب بسيط أن لم توجد هنالك رقابة حقيقية لأداء مجلس النواب، ولم نشهد هنالك أي يعني مراقبة لأداء بعض السادة النواب. والدليل على ذلك بدأ الشارع اليوم يقول بأن أغلب، وليس الأغلب، هناك كثير من الـ الأعضاء، أعضاء مجلس النواب هم أصبحوا معقبي معاملات. فلذلك تجد بأن موضوع إلقاء الكرة بملعب البرلمان والميزانية هو لا يأتي إلا بقرار سياسي. اليوم الأهم إذا اجتمعت القوى السياسية الصقور للذهاب إلى أن يكون القرار المقبل بالإجماع هو إنهاء لهذا التشظي الذي نراه أمامنا، أنا أعتقد بأن الأمور سوف تحل بشكل كبير. ولكن كيف يكون هذا الشيء؟ علينا اليوم تفعيل الحلول النوعية وإيجاد المعادل السياسي النوعي والوسيط الذي بإمكانه الولوج لعمق الأزمة وتفتيت وإذابة الخلافات السياسية الموجودة ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. لو تصفحت صفحات التاريخ لوجدت أن العملية السياسية اليوم هي والأضواء مسلطة فقط على الإطار التنسيقي والتيار الصدري، لم تسلط على البيت الكردي. والدليل على ذلك أنه في كل تغريدة من تغريدات السيد مقتدى الصدر يكون هنالك تصعيد إعلامي من قبل الطرفين. ولكن هل سوف تكون الأيام المقبلة حافلة بالأحداث والمفاجآت؟ أنا أعتقد بأن كل ثانية تمر ولا نجد فيها حل نذهب إلى انزلاق، إلى الانزلاق السياسي، وربما سوف يكون هنالك مشهد لا يحمد عقباه. طيب. لأننا وصلنا بطبيعة الحال
إلى نهاية العمر الافتراضي للمحاصصة الطائفية، وإذا لم توجد هنالك مشتركات ما بين القوى والأحزاب القابضة على السلطة، أنا أرى بأننا سوف يكون لدينا مشهد مرعب، وربما لن يكون هنالك حل إطلاقا إلا بتدويل الأزمة لا سامح الله. وقد لوحت الأمم المتحدة حسب ما تم تداوله في الأيام الماضية، ربما سوف نذهب إلى البند السابع مجددا، وهذا هو ما سوف يعيد العراق طيب. للمربع الأول الذي لا نريد أن نكون هذه في نظرة استشرافية، ولكن نرجع لمصلحة المواطن أستاذ جاسم. يعني عقد اللجنة المالية البرلمانية، جلستها الخاصة باللجنة ونقاشها لمواضيع مهمة، هل هو من باب التحدي وفرض الوجود أنه أنا أعقد لجنتي، لو هي هذا هاي المسألة يعني إحساس بالمسؤولية تجاه تجاه الشعب اللي انتخب واللي ما انتخب؟ رح أجاوبك يعني سريعا على هذا، بس عندي تعقيب. نعم. هي حاجة مواطن، حاجة شارع عراقي، وهي تحمل المسؤولية وإثبات على أن شرعية الوجود قيمتها من شرعية الإنجاز، وهذا نصوص سياسية في الدستور السياسي، لا قيمة لشرعية الوجود إلا لم يكون شرعية إنجاز. فيقول لك اللجنة المالية، حبيبي أنا لجنة مالية والشارع محتاجني ومحتاج إلى بعض التبويبات المالية التي نتفق مع سيد وزير المالية وما شابه ذلك. عندي ثلاث تعقيبات. الأول، قارن بين موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى في الدفاع عن مؤسسات الدولة وبين السيد رئيس البرلمان في التخلي عن الدفاع عن مؤسسات الدولة. رئيس السلطة برئيس السلطة، رئيس والسلطة أكبر هنا، سلطة تشريعية أكبر. لاحظ في قانون العقوبات يتحمل رئيس السلطة التنفيذية اللي هو تصريف الأعمال، وشنو واجبه؟ يصرف الأعمال والحفاظ على الأمن، المسؤولية الكاملة، ويحال كجناية وليس كجنحة، هو عدم تأدية واجبه بالدفاع عن مؤسسات الدولة. هذا مهم جدا. فلاحظ أكو، آسف أقولها، أكو ربما تواطؤ، آسف، من رئيس الوزراء الذي يفترض أن يمارس دوره. اليوم دعا رئيس الجمهورية، ماذا دعا بالرئاسات الأربعة؟ شنو الدعوة؟ الدعوة إلى حفظ الأمن، مسؤولية السلطة التنفيذية، أن لا تشوه سمعة العراق أمام المجتمع الدولي في ظل الصراعات، وأن تحترم هيبة الدولة والقانون، وأن تتحمل ما معناه السلطة التنفيذية مسؤولة حماية مؤسسات الدولة. إذا أنت رجل يعني رئيس وزراء ما تتحمل مسؤولية حماية مجلس قضاء، هسه الصدرين الناس برا، لكن ممكن أن يكون مندسين ويدخلون إلى مجلس القضاء، وممكن يحرقون ملفات. أنا كمحامي لإرهابيين مهمين جدا، لا زالت قضايا إرهاب وتمييز داخل محكمة الاتحاد داخل مجلس القضاء، لا وهذه ملفات خطيرة. أصلا أنت كمحامي إذا تريد تروح المجلس القضاء على مطب جوه، عندك السلامات توصل إليها تأدي واجبك وتطلع من الحاسبة. طيب إذا دخلوا مندسين متطرفين إرهابيين وجوز وصلوا ويريدوا يدخلون إلى مجلس القضاء ويحرقون ملفات، من اللي يتحمل المسؤولية؟ الرئيس مجلس الوزراء اللي يحمي، بينما السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى كأنه تحول من سلطة قضائية إلى سلطة تنفيذية، ولكن بحكم القانون والدستور. نفس الملفات المهمة موجودة بالبرلمان. لا هذا البرلمان ما أعرف رئيس البرلمان شلون طريقة يفكر بها. هي المشكلة رئيس البرلمان يفكر بطريقة رئيس حزب لو رئيس برلمان. إذا بطريقة رئيس حزب فهو متحالف، ومن حقه يتحالف مع الأخوة بالتيار، ومن حقه مع الديمقراطي. لكن أن يكون رئيس للبرلمان، طيب أنا أسأل سؤال، رئيس البرلمان أنت رئيس لكل البرلمانيين العراقيين وممثلي الشعب العراقي الموجودين بالدورة الحالية. أول من صادق على استقالة 73 نائب خطأ هو رئيس البرلمان، وأول من صادق على استقالة النائب الأول السيد حاكم الزاملي، واللي يفترض أن حقيقة أن تكون استقالته تتم التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب، لأنه منتخب مرتين، يعني منتخب كنائب ومنتخب كرئيس برلمان. طيب أنت لما وافقت على هذه الاستقالات وما تركت مجال للتفاوض والحوار، وين تريد توصل؟ الآن سؤالي الأهم، طالما أنت وافقت بمعنى أنك مؤمن بالنواب اللي صعدوا إلى قبة البرلمان، لماذا لا تدعو إلى عقد جلسة؟ وللأسف أقول الإطار يجب أن يلتفت إلى المادة 58، إخوان المادة 58 لرئيس الجمهورية، لرئيس البرلمان، لرئيس مجلس الوزراء ولخمسين نائب، الدعوة لعقد جلسة استثنائية. التراجع يحق بالمناسبة إذا فرض الرئيس البرلمان ما يحضر، هم سؤال تسعينيات دستوريا، يحق لأعضاء البرلمان
بالخمسين مو بالمطلق، إقالة رئيس البرلمان وترشيح وانتخاب رئيس برلمان جديد. طيب. كل هذه الصلاحيات اللي يتيحها الدستور أستاذ عمار، بالتالي نجد الفرضية اللي طرحها السيد الموسوي، هل أن رئيس البرلمان يتصرف فوق هذه الصلاحيات اللي خوليها الدستور كرئيسا للسلطة التشريعية لو كرئيسا لكتلة سياسية؟ يعني هذا الموضوع حقيقة هو يحتاج إلى غوص بعمق هذه الجزئية بطبيعة الحال، على أقل تقدير من المصادق. نعم، يعني إذا رجعنا العملية السياسية من عام 2003 ولحد هذه اللحظة، نجد بأن حتى الإعلام في اللي موجود في داخل مجلس النواب هو مسلط لرئيس مجلس النواب وليس لأداء مجلس النواب. هذا جزء من الإشكاليات اللي يطرحها الشارع بالوقت الحالي. لذلك تجد بأنه تعدد مصادر القرار جزء لا يتجزأ من هذا الوضع المربك الذي نراه هذا أمامنا اليوم. إذا كان هنالك عدم وجود مركزية حقيقية من أجل أن يكون الأداء التشريعي متمثل برئيس مجلس النواب على سبيل المثال أو بالسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، لا يكون لديهم رؤية مشتركة، نجد أننا نسير باتجاه عدم وجود رؤية حقيقية من أجل حل هذه الإشكاليات الموجودة. ولكن الجميع يعلم بأن رئيس مجلس النواب اليوم هو جاء بموضوع الاتفاقات والتوافقات، ولكن هل سوف يكون في المرحلة المقبلة تغيير حقيقي قادر على أن ننسلخ من هذه من أن يكون المنصب هو ليس للكتلة وإنما للمؤسسة أو للدولة بصورة عامة؟ تلك هي الجزئية تحددها المواطن، يبحث اليوم المواطن لما تسلب حقوقه في أمن المالي أمن الاقتصادي، راح يفكر أنه هذا البرلمان ممكن أن يبني له مستقبل؟ طيب ما هو الحاضر ما محقق عنده. جلسات مجلس النواب أستاذ عمر لما تكون على مستوى اللجان، هل هي بشارة خير لتحقيق متطلبات المواطن ليس الطموحات على أقل تقدير؟ يعني ومن يضمن بأن هذه اللجان سوف تحقق الجزء اليسير مما يتطلع إليه الشعب العراقي في الأيام القادمة؟ إذن من يراقب؟ من يضمن أن تكون هنالك بالفعل يعني حكومة سوف تخرج العراق من التشظي الحالي؟ من يضمن بأن القرار السياسي القادم سوف ينبع من الداخل؟ أنا أريد أن أوجه يعني نقطة، أوجه الأنظار أو أسلط الضوء على نقطة مفصلية. لماذا دائما القرار السياسي ينبع من خارج الحدود؟ لماذا تكون دائما الدول الإقليمية هي التي ترسم الخارطة السياسية في العراق؟ هل يحق للعراق أن يرسم السياسة الداخلية لدول الجوار على سبيل المثال؟ هل يحق للعراق بالتدخل بالشؤون الداخلية؟ كل ذلك هو مرفوض بلا شك من قبل تلك الدول. لذلك مثلما يوجد لهذه الأطراف مشاريع، فمن حق العراق أيضا أن يكون له مشروعه الخاص، وأن يكون البرلمان هو الجزء الأساسي والذي يصدر منه القرار السياسي السيادي الذي يمكن السيادة العراقية من أن تفرض نفسها بقوة على أرض الواقع. طيب. ولكن كيف يتم تحقيق ذلك الشيء؟ أنا أعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة نحدد بها أن يكون شكل النظام السياسي القادم هو أما رئاسي أو شبه رئاسي، على اعتبار بأن الخريف العربي، لو سلطنا، أنا أسميه الخريف العربي وليس الربيع العربي، لو سلطنا الضوء على الحكومات التي انبثقت بعد الانقلابات، ستجد بأن جميع هذه الحكومات العربية هي ذهبت إلى النظام الرئاسي وليس البرلماني، لأنهم استشعروا الخطر بالتجربة العراقية والتجربة اللبنانية والمساوئ التي رأوها أمامهم بسبب النظام البرلماني الذي لا يصلح أن يكون للدول العربية بشكل عام. نرجع للإرادة، لما تكون إرادة مجموعة من النواب ويعقدون جلسة في لجنة برلمانية مالية، مشون أمور العالم فتحت شهية لجنة التعليم النيابية، صح، هل ستكون فاتحة لشهية بقية اللجان؟ طبعا هذا الركوب. زين، إذا كانت هاي مثل لعبة الدومينو، يعني حتى الموجودين هم راح يرزلون يدورون عدو شيش؟ لا، هو هذا الركود في أن اللجان لم تعقد الجلسات بسبب ما جرى
من تعطيل السلطة التشريعية وهذا العوق أنا أقول في مؤسسات الدولة. نعم هذه الخطوة خطوة إيجابية ستعزز خطوات أخرى، يتحمل المسؤولية اللجان الأخرى، اللجان الصحية الاقتصادية كل ما القانونية كل ما يتعلق بمسؤولياته، باعتبار أن هذا الأداء هو ليس أداء حزبيا إنما أداء من أجل الدولة، يعني بناء الدولة مؤسسات الدولة للشارع العراقي. لا يمكن أن يستمر الشارع العراقي ينتظر حقيقة أن هذه اللجان لا تعقد. والله لم يكتمل نصاب اللجان، هي اللجان عددها قليل بالمناسبة عدد اللجان. لكن عندي سؤالين مهمة جدا يمكن مو خارج السياق. النقطة الأولى دائما يتداول للناس، هل يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى حقيقة أن يوقف عمل الهيئات؟ نعم بالمادة 90 يحق له لأنه يدير الهيئات. هل يحق للمحكمة الاتحادية أن تحل البرلمان بطلب من الأخوة الصدريين؟ المحكمة الاتحادية تقبل أي شكوى أي دعوة شكلا وسترفضها موضوعا، لا توجد صلاحية للمحكمة الدستورية الاتحادية بأن تحل البرلمان. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جاسم الموسوي المحلل السياسي أثرية الحوار الله يحفظك أثراء سياسيا وقانونيا، وشكر كثير لحضرتك الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عمر الناصر. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. لقاؤنا في الغد يتجدد بمشيئة تعالى، في أمان الله.